ومن موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي ليونيد سوكيانين. سيد ليونيد، هل تطهير الباغوز من مسلحي داعش يحتاج إلى كل ذلك الوقت برأيك؟ طبعا لا شك أنه كل ما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية بما في ذلك داعش في سوريا قضية أولوية ليست فقط للولايات المتحدة الأمريكية بل لحلفائها وكذلك لروسيا. ولا شك أنه على الرغم من القضاء على معظم الفسائل للداعش في الأراضي السورية، فنشاط الإرهابي لتنظيم داعش لا يزال قائما في سوريا. والمشكلة الأساسية لا تكمن كذلك يعني في استمرارية النشاط الإرهابي في الأراضي السورية، ولكن القضية تكمن في نقص التنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية وروسيا بالنسبة لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش هنالك، لأنه لكل من الأطراف لكل اللاعبين داخل الأراضي السورية أغراضهم ومواقعهم التي لا تتفق بعدها مع البعض حتى الآن. طيب، هل تتحدث سيد ليونيد هنا عن نقص في التنسيق أم اختلاف في الرؤى والأهداف ما بين واشنطن وأنقرة من جهة للتعامل مع الباغوز في مواجهة موسكو ودمشق؟ بالنسبة لي العلاقات والتعاون بين موسكو وبين أنقرة، فهذا التعاون يشمل بعض النقط المهمة جدا وبعض الأولويات، ولكن هنالك يعني نوع من الفوارق للمواقف لكل من تركيا وروسيا وكذلك الحكومة السورية. على هذا الأساس لا نستطيع أن نرسم هذه العلاقات بلون واحد، هنالك تعاون وتنسيق من جهة، ومن جهة أخرى هنالك الفوارق والخلافات، وهذا التضارب هو طبعا يترك أثرها السلبية على الكثير من القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب وفي الأراضي السورية، وذلك لأنه حتى بالنسبة للإرهاب ليس هنالك الاتفاق والإجماع بين موسكو وبين أنقرة وبين واشنطن بالنسبة لما هي الفصائل المعارضة لسوريا التي تعتبر إرهابية أو غير إرهابية. المحلل السياسي الروسي ليونيد سوكيانين، كنت معنا من موسكو عبر خدمة سكايب، فشكرا لك.